استعدادا للهجوم المضاد الكبير المتوقع هذا الصيف، وبالتزامن مع تعزيز ترساناته العسكرية بمختلف الأسلحة الغربية المتطورة، شكل الجيش الأوكراني وحدة جديدة من القوات الخاصة. هنا خلف الخطوط الأمامية يسابق الجيش الزمن لإعداد هذه الكتيبة المؤلفة من مدنيين لم يسبق لهم أن قاتلوا من قبل، وتسعى كييف لتحويلهم إلى قوات نخبة ستكون في طليعة الهجوم المحتمل. حددت مهامها باختراق الخطوط الروسية واستعادة الأراضي التي تسيطر عليها موسكو. هذه الوحدة الأوكرانية المقاتلة وتسمى أرتان تم إنشاؤها الصيف الماضي من 70 عنصراً، ووصل عديدها إلى 350. يتمتع 20% منهم فقط بالخبرة العسكرية، وتشرف عليها قوات خاصة من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وتتدرب على مختلف الفنون القتالية، وتوصف بأنها مجهزة جيداً بالعتاد القتالي الغربي الذي تم توفيره لأوكرانيا، مثل بنادق أنفور الأمريكية المزودة بمستشعرات حرارية لمساعدة الجنود على إطلاق النار ليلاً، ومسدسات غلوك 17. ولكن قبل الالتحاق بها يخضع المرشحون لاختبار الكشف عن الكذب ومؤهلات اللياقة البدنية. وتملك كييف نحو 20 لواء مجهزاً بالدبابات الغربية وغيرها من العتاد لنشرهم خلال الهجوم المضاد الكبير، ولكنها تسعى وفق تقارير غربية إلى تجنيد 40,000 جندي أضافي على الأقل. وقد أطلقت شتاء هذا العام حملة نشطة لاستقطاب مزيد من المتطوعين في الخدمة، فيما كشفت وثائق البنتاغون المسربة أن الجيش الأوكراني بحاجة لنحو 12 كتيبة على الأقل حتى يتمكن من تحقيق اختراق في صفوف القوات الروسية.